بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله. سؤال بيسأله كتير من فتياتنا وكتير من أمهاتنا، بتقول يا ابني حكم الصلاة والقدم بتاعتي مكشوفة ايه؟ انا مش لابسة في رجلي شراب او رجلي مش متغطية بحاجة، حكم الصلاة دي ايه؟ بنقول والله ان حضرتك الاولى للمرأة والاكمل لها ان تصلي وهي ساترة لقدميها، يعني وهي بتصلي تكون رجلها متغطية. ليه الكلام دوت؟ لأن هذا خروج من خلاف الفقهاء، الخروج من خلاف الفقهاء مستحب. طيب المرأة صلت ورجلها مكشوفة، صلاتها دي صحيحة ولا مش صحيحة؟ عايزين بس ننبه لكم أمر. الأمر الأول إن ما ينفعش فقيه من الفقهاء أو أي عالم من العلماء يتكلم عن صلاة مقبولة أو غير مقبولة، القبول وعدمه أمره إلى الله جل وعلا. أما الفقيه أو العالم يتكلم في صحة الصلاة أو في عدم صحة الصلاة. بنقول إن المرأة اللي صلت ورجليها مكشوفة صلاتها صحيحة، لأن السادة الحنفية رضوان الله عليهم أجازوا للمرأة أن تصلي والرجل مكشوفة للقدم، وقالوا أن هذا لا يؤثر في صحة الصلاة. لكن طبعا بننبه أن احنا دايما عايزين نبقى الأفضل وعايزين نبقى البريفكت وعايزين نبقى نجيب الدرجة النهائية في كل حاجة، فعايزين نجيب نخرج من خلاف الفقهاء ونغطي رجلينا واحنا بنصلي، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.